خلوا كهرباء، لا عندهم كهرباء ولا شيء. هم هدفهم دمر، بس هدفهم بدهم يدمروا البنية التحتية لمخيم جنية. غير ديكور مخيم، بس بالنسبة لنا احنا ولا منخاف ولا منسأل حدا. هذا الشارع بده يرجع احلى من ما بكى، يعني ريحونا ما ينكحفوا بالعربي. فاتن الجباد والجرافات من هذا قبل العدو الغاشم المجرم، لغاية الآن مش عارفين نطلع. شفت الصحفية الإخوان وقوة قلبه، وطلعت أنا وأختي وبتأخذها على البيت عندي.